إذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله فقل لا معبود بحق إلا الله، لابد أن تقول بحق، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله عبادتها باطلة. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فماذا بعد الحق إلا الضلال.